بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للآمنين، ربنا إنك رؤوف رحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. كان آخر حديث قرأناه في قضية الاستغفار من كتاب الأذكار والدعوات من يحيى علوم الدين الإمام غزالي رحمه الله، ورحم علماء المسلمين أجمعين، ورحم طلبة العلم، ورحمنا معهم، آمين آمين آمين. كان صلى الله عليه وسلم يقول في الاستغفار: اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي وإسرافي في أمري وما أنت أعلم به مني، لأنك قد تظن أنك قد أحسنت وقد تظن. اللهم اغفر لي هزلي وجدي وخطئي وعمدي وكل ذلك عندي. اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أنت أعلم به مني، أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير. قضية العمد وهناك قضية الهزل، قد تقول كلمة قاصدا بها مدح صاحب أو مداعبة صاحب، أنت في حال نفسية تريد أن تداعب وهو في حال نفسية سيئة. يعني حينما تتحدث إنما تعبر عن قضية عندك بحالة نفسية، وهو يستوعب الكلام بسبب حالة نفسية، فممكن هذا يتسبب بالإيذاء. وممكن عن غير قصد، مثل ما أحد الكتبة قال هنالك على الإنترنت من مدحه كاتب، هناك من مدحه ما أعرف مين هو، مدحه فجعله في مصاف الأدباء العالميين ويجب أن يكون في كذا ويجب أن يكون في كذا. تبين في بعد أنه صديق له، يعني أراد أن يرفع إيش من اسم الرجل، فلما مدح الكاتب بهذه الصورة الناس انهالت عليه إيش بالشاكوش بالإزميل، أنه كيف يعني أن هذا من هو، وبلشوا إيش. فالرجل يعني فعلا أصيب بإحباط بسبب وكان قصد صاحبه، يعني لأنه اشتكى. كيف عرف أنه الصاحب؟ يعني كان جالس فيه يقول له كذا وكذا وكذا، قال الصحيح أنا اللي كتبته، وكان قصدي أنه إيش نعرف. فمرات الواحد يعني يتسبب بالإيذاء، وسبحان الله احثوا التراب في وجوه المادحين. هذا المدح الزائد اللي اليوم منتشر بين الناس، وكأن الناس يعني كان يتحدث عن مجتمع ملائكي. يا سيد العزيز، إن شاء صدق من قال، الله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم، صدق من قال أنت لست صالحا، أنت مستور، أنت لست صالحا. نسأل الله عز وجل الصلاح، نسأل الله عز وجل المغفرة. أنت لست صالحا، أنت مستور، لذلك ادعو الله عز وجل أن يتم ستره علينا في الدنيا وفي الآخرة. وقال علي رضي الله عنه: كنت رجلا إذا سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا نفعني الله عز وجل بما شاء أن ينفعني منه. يعني ما كان يأخذ كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم بمعنى أنه بسمع، لا، تطبيق، كما قالوا في طريقة حفظهم للقرآن الكريم 10 آيات يحفظونها يفهمونها يطبقونها ثم يعودون إلى مثلها. نعم، نفعني الله عز وجل بما شاء أن ينفعني منه. وإذا حدثني أحد من أصحابي استحلفته، فإذا حلف صدقته. وإذا حدثني أحد من أصحابه، يبدو السياق عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الأصل فيه الكلام، يعني نأخذ من بعضنا بحسن الظن. إن شاء الله أن الناس بإذن الله عز وجل لا زال فيها خير، يعني جلد الذات وحلف الناس ليس بالضرورة سببا للصدق. يعني إذا عرفت أنت عن تاجر وتدخل عليه أيمن ويحلف أنه خسران ويحلف، طب إذا أنت خسران 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 لما تتاجر مثلا؟
وبعدين يعني يقول لك انه من على شأنك من اجلك يعني تكريما لك. طب واين المعرفه بيننا؟ هو محل مره تدخل ولا وقد لا تعود وقد لا تعود اليه. المهم قال وحدثني ابو بكر وصدق ابو بكر رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من عبد يذنب ذنبا فيحسن الطهور. يحسن، تذكروا قلنا الوصول بالفعل الى مستوى جمالي يعني يسبغ الوضوء، ثم يقوم فيصلي ركعتين ثم يستغفر الله عز وجل الا غفر له، الا غفر له. ما هي طهارة بدن وطهارة قلب؟ طهارة بدن وثوب ومكان، لكن طهارة قلب في المكان ايش؟ في المكان الاول. ثم تلا قوله عز وجل والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم. نعم. ماذا يفعلون هؤلاء؟ نعم. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ماذا تتمت الآية؟ نعم، ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم. نعم، وكأنك تكون يعني على استعداد. أولا تدفع عن نفسك الشيطان، حرب يومية، معركة يومية. قرين قرين سلام عليكم. معناته بدك تدفع مدافع، نقول دفاع عن النفس، تدفع عن نفسك وفي حرب يومية. معارك بينك وبين السلطان أبدا، شغال فيك شغال. فإذا أنت دفعت عن نفسك فلا تسيء لأهل ولا ولد ولا إلى جار ولا إلى زميل ولا إلى تدفع الشيطان. يعني كالذي مر بذاك الذي يصلي في المسجد صلاة حسنة، قال في نفسه لو أنه صلى في بيته، وكأنه اتهمه بالرياء في أين؟ في نفسه. قال فحرم قيام الليل مدة، فحرم قيامه الليل بسبب أنه ما لكم الفلان من الناس، ما لكم إيش فلان من الناس. كذاك الرجل الذي نزل باب صباط وقلنا لكم كان فيه معرش وكذا، وإنسان يبيع الجوز، فقال في نفسه هذا الجوز جوز ولوز، قال هذا الجوز أكيد خرب، يعني جاي يجبر على البيع. حدث نفسه بأن الرجل يبيع بضاعة فاسدة، إنه الرجل يغش بمعنى صح. قال فكانت المظلة هابطة، يعني بدل ما تكون قائمة صحيحة، قال فمر تحت المظلة فشجت رأسه مثل ما تفتح السحاب، فعرف إنه هذه من تلك، هذه من تلك. أخذ هذا ما لكم. ولذلك غض البصر ليس فقط عن العورات بمعنى جسم الإنسان، بدك ترفع البصر، بدك تقول الحمد لله سبحان الله تبارك الله، اللهم بارك لفلان، اللهم اجبر، رأيت مثلا فلان يبيع، اللهم اجبر عن فلان، اللهم ارزقه رزقا حسنا، الله بدك ترفع عينيك، بدك تظلك ايش الحمد لله رزق فلان، اللهم احفظ ما رزقته، اللهم بارك له فيه، بدك ترفع عينيك، خلي لسانك يعني منطلق بذكر الله عز وجل. ما يظن سوء، لكن ايضا يعني حتى يعود نفسه، وحتى يعني يظل في حاله زي جير السياره في مش الاوتوماتيك، اذا حطيته انت على نيوترال لا تمشي للامام ولا تمشي ايش للخلف، لا احنا من اهل الامام ذكر الله عز وجل. وروى أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن المؤمن إذا أذنب ذنبا كانت نكتة سوداء في قلبه، كانت نكتة، أو إذا أذنب ذنبا كانت نكتة سوداء في قلبه، فإن تاب ونزع
واستغفر ثقل قلبه منها، فإن زاد زادت حتى تغلف قلبه. فذلك الران الذي ذكر الله عز وجل في كتابه وفي كتاب الله عز وجل: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. أنت والهمة، الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث قال إنه لا يغان على قلبي، يعني مرات يعني في صراع أيضا، وإن كان قرية الرسول صلى الله عليه وسلم أسلم سبحان الله، لكن كأنه نوع من الغبش قليلا. هنا الران يترسخ، هنا إيش يترسخ؟ إذا كان القلب صافيا في الأصل، ثوب أبيض، ثوب إيش؟ أبيض، سيارة جديدة، سيارة مالها جديدة، أي لمسة في السيارة تظهر معك مباشرة. ثوب أبيض، أي نقطة بسيطة جدا تكون حريصا، تكون إيش؟ حريصا. والقلب إذا كان أبيضا، هذه ليش؟ مش ليست قضية ألوان، حال، حال طهر، حال زكاة. قلب زكي طاهر يكون حريصا ألا يحدث ذنبا، يكون حريصا ألا يذنب إيش؟ ذنبا. فإذا حصل شيء استغفر الله عز وجل، استغفر الله حتى بإذن الله عز وجل يذهب ما به، تمحى هذه النكتة السوداء، وليست قضية ألوان، ذنب. فإذا ترك هذه الأوساخ، يعني مثل اللي بيشتغل في وادي الجوز عندنا في المنطقة الصناعية ميكانيكي، أول يوم عمل مش معقول يعني الثياب تكون متسخة، كيف بدي يعني يكون متسخة هو أول يوم عمل؟ لسه ما بدأ، أول يوم عمل جت تبدأ النقاط أو يعني الشحمة والزيوت والكذا إلى آخره والأوساخ. بعد فترة تجد ثوب اللباس الميكانيكي إيش؟ قد اسود، لا تفرخ، لا ترى، بجوز شوية لمعان تعرف إنه، لكن هذا هكذا الذنوب، هكذا إيش الذنوب؟ فإن ترك الذنوب تتراكم. الميكانيكي بالميكانيكي اللي بهذه الصورة بهمه قضية الوسخ؟ مهمه. إذا كانت أرض الكراج فيها أوساخ كثيرة حتى تتراكم، بتكون طبقة عنده، بتصير طبقة، يعني بدها حفر، بدها إيش؟ حفر. ورأينا بعض كراجات تلمع لمع، بغسلوها كل يوم، عندهم ماكينات بتنظف ليل نهار، والموظفون نظفوا الملابس، نظفوا اليدين، عجيب. هذا ميكانيكي وهذا ميكانيكي، وهذا كراج وهذا كراج، وهذا نظيف وهذا غير ذلك. ونتحدث عن بعد ظاهر، بعد إيش؟ ظاهر. هنا نتحدث عن القلوب. فإن سمحت للذنوب أن تتراكم حتى في الأخير ماذا يحدث؟ ما أظن أنه ذكره، ولكن في نفس المعنى: حتى يصبح أسود مربادا كالكوز مجخيا، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا. حتى يصبح أسود مرباد شديد السواد كالكوز مجخيا كالكأس المقلوب، كالكأس المقلوبة، مهما وضعت فيها سيسقط. والقلب تضع بسمع، يسمع وليس بسامع. تسمعه مش سامع، بيجي على الحديث مش سامع. الكلام يفهمه، لغة عربية يفهم، ولا يسمع لأنه إيش؟ لا يحدث فيه أثرا. القلب يكون إيه؟ سود، قلق، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا، انتهى. المقياس عنده خرب، الميزان خرب. إذا فضلت لي يعني كل العلماء أن العين بشي اللي بتشوف ولا الأذن اللي بتسمع، هو الدماغ اللي بسمع، إنما هي أداة للبصر وهي أداة للسمع، لكن اللي بسمع الدماغ. صحيح. عمليا المعلومات أين يتم فرزها، تحليلها؟
في الدماغ، لأنه هذه إنما هي أدوات توصل المعلومة، توصل المعلومة. ولكن هنالك شيء غير قضية الجهاز العصبي. الجهاز العصبي موجود والأدوات موجودة، ويتوفى الإنسان، هنالك شيء وهي الروح، قلب. لذلك الحديث عن القلب هنا ليس عن العضلة، ليس عن جهاز، يعني ما بتحدث عن الجهاز الدم يعني، ولا جهاز عصبي ولا. وهذا كأنه هذا الجسم كأنه ثوب، وهذا الجسم كأنه إيش؟ كأنه ثوب. كما يوم، كما لعلك تنزع الثوب كل يوم، سواء كان قميصا أو سروالا أو تنزع ثم تنزع. أي جميل. إن شاء الله بإذن الله عز وجل أتذكر إني أراجع المعلومة، لأنها تتعلق بقضية حال معين. نعم. والصدر محله الفؤاد، والفؤاد محله القلب. نعم 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 صحيح. نعم صحيح. لكن هنالك أحوال معينة، إن شاء الله نستذكر المعاني وأعود إليكم بإذن الله عز وجل بالجواب. لا يعرف معروفا ولا ينكره منكرا. وروى أبو هريرة رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال: إن الله سبحانه لا يرفع الدرجة للعبد في الجنة فيقول: يا ربي أن لي هذا، يرتفع نسأل الله جل الفردوس الأعلى وصحبة النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم لنا ولأحبائنا والمسلمين أجمعين. إن الله سبحانه لا يرفع الدرجة للعبد في الجنة فيقول: يا رب أن لي هذا. ترقية، شو اللي أنا عملته حتى إيش؟ أنت لا تستحق، دير بالك ما تقول إنه أنت تستحق، لا تستحق بالمعنى. كل قضية الاستغفار التي نحن فيها هو إقرار بالتقصير، كل قضية الاستغفار هو إقرار بالتقصير. إذا بدأت بقضية أنا استحقيت، حتى في القضايا الدنيوية مثل ما قال قارون: إنما أوتيت على علم عندي، راحت عليك من فضل الله، من فضله، إفضال، إنعام. ولكن الله عز وجل يتقبل منك بإذن الله عز وجل: يا رب أن لي هذه، فأقول عز وجل: باستغفاري ولدك لك، باستغفاري ولدك لك. إذا توفي المرء، إذا مات العبد، انقطع عمله ولا إيش؟ من ثلاث: وحدي فيهم، أو ولد صالح يدعو له، أو ولد صالح، لأن الولد اللي من صالح راح يروح على الميراث ويذهب كما بقولوا عندنا شمة الهوى، يسافر فيهم، أو الله على ماذا يفعل وانت. وأين الدعاء للوالد؟ هو لا يدعو لنفسه إذا كان غير صالح، طالح. إذا كان طالحا لا يدعو لنفسه، لا يصلي، لا يدعو لنفسه، لا يدعو لأحد. طبعا هذا باسم الفرد غير الولد من الأقرباء، هو يعني الآن نحن ألا ندعو لعلمائنا وندعو لسلفنا وندعو للمسلمين، وكل إن شاء الله يصيب إن شاء الله. تمر بالمقابر فتدعو لهم، تسمع عن عالم تدعو له: اللهم اغفر الإمام الغزالي، اللهم ارحم الإمام الغزالي وعلماء المسلمين أجمعين وطلبة العلم، واشملنا معهم يا رب العالمين. هو دعاء، اللهم آمين آمين آمين. سبحان الله، بإذن الله عز وجل. لكن من الذي يتذكر عادة أصل فيها: رب اغفر لي ولوالدي، رب اغفر لي ولوالدي، رب اغفر لي ولوالدي، اللهم اغفر لهم، اغفر لهم أموات المسلمين أجمعين، ما كان منهم ما سيكون. أنت تصلي ما شاء الله وتذكر الوالدين، تترحم عليهما. نعم. ولذلك قيل في قضية الوالد، لا ذكرناها بالأمس، سبحان الله. نعم.
سبحان الله قاطع نعم قبلهم وبعدهم تدعو لهما. أجمل معاملة يستحقان أجمل ما عندك أحسن ما عندك، انظر إلى أحسن شيء فهو ذاك. وروت عائشة رضي الله عنها أن صلى الله عليه وسلم قال: اللهم اجعلني من الذين إذا أحسنوا استبشروا وإذا أساءوا استغفروا. هل هنالك شيء في السند في أحد الرواة؟ نعم. وقال صلى الله عليه وسلم: إذا أذنب العبد ذنبا فقال: اللهم اغفر لي، فيقول الله عز وجل: أذنب عبدي ذنبا فعلم أن له ربا يأخذ بالذنب ويغفر الذنب، عبدي اعمل ما شئت فقد غفرت لك. متفق عليه. إذا أذنب العبد ذنبا فقال: اللهم اغفر لي، فقول الله عز وجل: أذنب عبدي ذنبا فعلم أن له ربا يأخذ بالذنب ويغفر الذنب، عبدي اعمل ما شئت فقد غفرت لك. كان الناس ولازال بعضهم ولازال كثير منهم يستتر من أعين الناس حينما يذنب، يستتر من أعين الناس حينما يذنب، كما في قصة الصخرة التي سدت باب المغارة. وذكروا، سألوا الله عز وجل بأحسن أعمالهم من الثلاثة: رجل كان له ابنة عم يحبها حبا كثيرا فاحتاجت لمال فراود عن نفسها فجلس بين كما يجلس الرجال من النساء بين شعبيها، فقالت له: اتق الله، لا يمكن يكون هذا على قارعة الطريق أمام الناس. ذهب إلى مكان كما نسميه مستور. مستور من من؟ من أعين الناس. مستور عن الملائكة الكتبة الكرام؟ لا، مستور عن الله عز وجل؟ لا. حينما قالت له اتق الله تذكر أنه ليس مستورا عن الله عز وجل. ولو تذكر الواحد فينا أنه ليس مستورا عن الله عز وجل ما فعل ما فعل، واعيا مدركا أن الله عز وجل مطلع عليه وعلى قلبه، سواء عمل الجوارح أو ما يدور في القلوب، يستغفر الله عز وجل حتى على ما يدور في إيش؟ في قلبه، ليس فقط ما تقترف يداه أو عيناه أو أذناه أو رجلاه، أو كما قال الإمام الغزالي: بدنه كلك فوكزه. سيدنا موسى عليه السلام هذا جزء من البدن، المرفق هكذا يتهيأ للمعنى. نعم. وقد يكون بالرأس، صحيح؟ فلو تذكر أن الله جل مطلع عليه ما فعل. ولكن هب أن إنسان أخطأ ثم تذكر مباشرة واستغفر، علم أنه لم يكن له أن يذنب ذاك الذنب، وأن له وأن الله عز وجل يأخذ بالذنب، فاستغفر الله عز وجل. استغفر الله، استغفر الله، استغفر الله. وقال الإمام الغزالي نذكر بها، قال: اللهم اغفر لي أصدق من استغفر الله. قال اللهم اغفر لي أصدق من استغفر الله. لحين قلت استغفر الله بمعنى أنك تبت 100%، وكأن قمت بنزع المسألة من القلب. أما اللهم اغفر لي على ما أنا فيه من الأحوال وعدم الانضباط، سبحان الله. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا وعفو عنا. سبحانك الله وحمدك، نشهد أن نستغفرك ونتوب إليك. صلى الله عليكم.